السلام عليكم. اليوم غادي ندير معكم مكرونه فيتوتشيني بالفطر والروبيان. المهم هنا اول حاجه عندي انا متوفر عندي الروبيان حجم صغير، غنديروا غير بشويه الماء سخون مده دقيقه مع نصف ليمونه. اذا كان عندكم حجم كبير من الاحسن شحروا مع شويه الزبده والبهارات. وهنايا غندير المكرونه تسلق، غنضيف عليها قطعه من الزبده وملح حسب الذوق. ودابا غادي ندير البصله تشحر. اول حاجه درت الزبده وغنضيف عليها البصله مقطعه. وهنايا من بعد ما تشحرت عندي البصله غادي نضيف عليها الفطر. هنايا متوفر عندي فقط المعلب، اذا كان عندكم الفطر طازج يكون احسن. ومن بعد ما تشحروا دابا غادي نضيف عليهم القرعه الخضراء وفلفل مقطع طويل. ودابا غادي نضيف عليهم الملحه والفلفل الاسود وبودره الثوم. وغنشحرهم شويه. من بعد ما تشحروا دابا ضفت عليهم الكريمه والجبن الكريمي وغادي نخليهم على نار هاديه. ودابا غادي نزيد عليهم هذاك الروبيان اللي كنت درت في الماء سخون والزيتون اسود مقطع. والبقدونس والقزبره. ودابا غادي نخلط الخليط كامل مع المكرونه اللي سلقت. ودابا ولات عندي المكرونه جاهزه. وبالعافيه على قلوبكم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك في القناة. وشكرا لكم على المتابعة. ومع السلامة، ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله.